بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعصيب. باب التعصيب. التعصيب باب أساسي في الفرائض. التعصيب في الفرائض، ومن يأخذ بلا تقدير ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة. المعصب في الفرائض ومن يأخذ بلا تقدير، قد يأخذ المال كله وقد لا يأخذ شيئا. فإذا استغرقت الفروض التركة ما حصل للمعصب شيء، وما بقي بعد الفروض فإنه يكون للمعصب. كان يقال: هالك عن جدة وأخ شقيق. للجدة السدس، وللأخ الشقيق الباقي 5 أسداس، كلها للمعصب، لأنه عصبه. قد يقال: هلك هالك عن جدة وابن وأخ شقيق. للجدة السدس وللابن الباقي، وليس للأخ الشقيق شيء. لما؟ لأنه وجد من هو أقوى منه. وهكذا، فالمعصب أحيانا يأخذ المال كله. إذا هلك هالك عن ابن، أو هلك هالك عن أخ شقيق، أو أخ من الأب، أو هلك هالك عن ابن عم، هلك هالك عن ابن عم شقيق أو لأب، يأخذ المال كله، لأنه لا يوجد معه مشارك. فالمعصب هو من يأخذ المال قل أو كثر، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة، أو وجد من هو عاصب أقرب منه. فابن العم يأخذ المال كله إذا لم يوجد سواه، وإذا وجد من هو أقرب منه أخذ من المال نصيبه ولا يعطى له شيء. فالمعصب ومن يأخذ المال بلا تقدير. هلك هالك عن ابن أخ فقط. لمن يكون المال؟ لهذا الابن. هلك هالك عن عم وأخ من الأب، عم وأخ من الأب، المال للأخ لأنه أقرب من جهة العم. هلك هالك عن 7 إخوة أشقاء وابن، المال للابن وليس للإخوة شيء. هلك هالك
عن ابن ابن أخ وعم لمن يكون المال، لابن ابن العم لأنه أقرب، وهكذا. والتعصيب لغة الإحاطة، يقال عصبه أحاط به. وسميت التركة والميراث بالتعصيب، بالتعصيب لأنهم يحيطون بالميت من جميع جهاته. ومثل ذلك العمامة يقال عصبة، وعصبة العمامة عصبة عصبها وضعت على رأسه مستديرة. وبالاصطلاح الإرث بغير تقدير، ما يقال هذا يرث الربع وهذا يرث الثمن وهذا يرث سدى، لا، بل يكون بغير تقدير. قد يرث من شخص كل ماله ولا يرث من الآخر شيء، كأن يموت هالك عن أخ من الأب ويموت الآخر عن عم شقيق. لمن يكون المال؟ للأخ من الأب لأنه أقرب من العم. وقد يموت ميت عن عم لأب، عم لأب، وابن ابن ابن عم. لمن يكون المال؟ للعم لأب، وهكذا. والعصبة من هم؟ يقول هم قرابة الرجل وبنوه، وسموا بذلك لأنهم حاطوا به. والصلاح هم من يرث بغير تقدير. وهم ثلاثة أقسام، العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس يعني هو عاصب، وجد معه أحد أو لم يوجد، وعصبة بالغير وهو البنات والأخوات إذا وجدنا مع الأبناء أو مع الإخوة. عصبة بالغير، عصبة مع الغير. من هم؟ الأخت مع الأخت، عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. الأخت مع البنات أو بنات الابن صاحبات الفرض، إذا وجد عندنا بنات صاحبات فرض وجد معهن أخوات، فكما قال الناظم: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. والعصبة بالنفس يعني عاصب بنفسه وعاصب بنفسه، لكن الأول عصبة بالنفس، عصبة بالسبب، والآخر عصبة بالنسب. هذا عاصب لكونه أخ، عاصب لكونه أب، عاصب لكونه ابن. هذا عصبة بالنسب، عصبة بالسبب، سبب العتق، العاصب بسبب العتق. هذا عصبة بسبب، وليس بينه وبين الميت قرابة، وإنما لكونه أعتقه. العصبة بالنسب يعني بالقرابة، كان يكون أخ لأنه قريب بالنسب، عم قريب بالنسب،
هؤلاء سيأتي بيانهم أنهم كل رجل وارث سوى الأخ من الأم والزوج والنسب والعتيق والمعتق، هذا ليس من الورثة بالنسب وإنما ورثة بالسبب، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله بالتفصيل. اقسم هلك هالك عن ابن وأخ شقيق، عن ابن وأخ شقيق، المسألة من كم؟ المال للابن وليس للأخ الشقيق شيء. هلك هالك عن أخ شقيق وعم، المال للأخ الشقيق وليس للعم شيء. هلك هالك عن عم شقيق وعم لأب، المال للعم الشقيق. هلك هالك عن ابن عم شقيق وابن عم لأب، المال لابن العم الشقيق وليس لابن العم لأب شيئا. الهالك عن ابن عم، عن ابن عم، وهالك وآخر وارث عن ابن عم. خمسة الأخير والأول أربعة، المال لصاحب الأربعة وليس لصاحب الخمسة شيء. هالك عن سبع أخوات وسبع بنات وسبع أخوات لأب، سبع أخوات وسبع بنات وسبع أخوات لأب، المسألة من ثلاثة، سبع البنات الثلثان اثنان، ولسبع الأخوات الباقي تعصيبا، لا نقول لهن الثلث لأنهن عصبة مع البنات، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هلك هالك عن ابنين، واحد شقيق، واحد ابنين، واحد مسلم والآخر كافر، والميت مسلم، المال كله للميت، للحي المسلم، للابن المسلم وليس للابن الكافر شيء. هلك كافر في حكم ولاية المسلمين عن ثلاثة أبناء مسلمين وواحد كافر، لمن يكون المال؟ للابن الكافر، لأنه لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء. هلك هالك عن ابني أخ شقيق وثلاث بنات وأربع أخوات شقيقات، المسألة من ثلاثة، للبنات الثلثان اثنان، وللأخوات الباقي تعصيبا لأنهن عصبة مع الغير وليس لابن الأخ شيء. هلك هالك عن ثلاث بنات وثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأب،
المسألة من ثلاثة: للبنات الثلثان اثنان، وللأخوات الشقيقات واحد تعصيبا، وليس للأخوات لأب شيئا. وهكذا على كل واحد منا أن يصور هذه المسائل ويحلها، فإن عجز عن حلها فليعرضها على زميله، فإن عجز هو والزميل عن حلها فليعرضها علي ليحلها له إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.